السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله الترم ده يبقى ترم موفق ان شاء الله بإذن الله. وهديكم الريسبيراتوري سيستم. معكم دكتورة سحر محمد جبريل، مدرس هيستولوجي بكلية طب سوهاج. المحاضرة الأولى من الريسبيراتوري سيستم بعنوان conductive portion of respiratory system. الريسبيراتوري سيستم فيه جزء conductive، عبارة عن جزء بس هو كconduction أو ممر للإير، في جزء بقى الفانكشن اللي هو بيحصل فيه الريسبيريشن او الاكسشينج اوف جاس. المحاضره الاولى دي النهارده عن الكونتاكت بورشن اوف الريسبيراتوري سيستم. طبعا كلنا عارفين هو ايه الريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي. ده هو الجهاز المسؤول عن الاكسشينج اوف جاس بين لانج اند اير. عندنا تو جاسز مسؤولين عن عمليه الريسبيريشن، اللانج والهيومن بودي محتاج اكسجين فبياخد الاكسجين من الاير، ونتيجة عملية الريسبيريشن وعملية الاكتيفيتيز بتاعت التشو والسيلز بيطلع سي او 2. السو او 2 بيطلع من اللنج للاير. الاكسجين، دخول الاكسجين للنج وخروج السي او 2 من اللنج للاير، ده هيعدي ايه في جزء اسمه ايه الكوندكتيف بورشن او الريسبيراتوري باسج. الريسبيراتوري باسج ده بيبدأ منين؟ المدخل الاساسي لدخول الاير في الريسبيريشن هو النيزل كافي. تمام، ممكن نتنفس عن طريق الاورال كافيتي، بس الاصح هو النيزل كافيتي. ليه النيزل كافيتي؟ بعد شويه هتعرف فيها سبحان الله تركيبها معد ان هي تعمل هيوميديفيكيشن، مويستنينج، كليرنج او فلتريشن للاير عشان يدخل للنج، ما يحصلش اي مشاكل للنج من خلال الاير اللي داخل من النيزل كافيتي. طيب النيزل كافيتي بدايتها كده في اوبننج من بره اسمها النيزل اكسترنال نيرز، نيرز او نوسترال، دي اللي هي الاوبننج اللي في بدايه النوز بتبقى دايليتد شويه. تمام، بنقول عليها اكسترنال نيرز لان في انترنال بعد كده بتؤدي الى ايه اللي هي بتوصل للنيزوفارينكس. تمام، يبقى اول ممر النيزل كافيتي عن طريق النوسترلز او الاكسترنال نيرز. بعد كده بيدخل من النوسترل على ايه؟ هيدخل على النيزل كافيتي. دخلنا النيزل كافيتي، من النيزل كافيتي هتدخل الفارينكس. الفارينكس اللي هو او البلعوم فيها عباره عن ثلاث اجزاء هنتكلم عليهم بعد شويه. الجزء اللي متصل بالنيزل كافيتي بنقول عليه نيزو فارينكس، الجزء اللي ورا الاورال كافيتي اسمه اورو فارينكس، الجزء اللي ورا اللارينكس اسمه لارينجو فارينكس. الاير بيعدي من النيزل كافيتي هيدخل النيزو فارينكس، وهيعدي ورا الاورال كافيتي اللي هو الاورو فارينكس، وبعد كده هيدخل لايه اللارينكس. من اللارينكس او الحنجره هيدخل التراكيا او القصبه الهوائيه. القصبه الهوائيه بتتفرع لفرعين اللي هما الرايت والليفت برايمري برونكاي او رايت برونكس والليفت برونكس، جمعها برونكاي. ومن البرونكاي بقى عن طريق التفرعات بتاعه القصبه الهوائيه والشعب الهوائيه لحد ما يدخل لللنج عشان يحصل العمليه الاكسشينج اوف جاز بتوين الاير واللنج الفيولاي في اللنج. في حاجات عوامل مساعده للريسبيريشن، في عوامل مساعده للريسبيريشن. عندنا الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز، تمام، والانتركوستال اللي هي العضلات اللي هي بين الضلوع. تمام، دي ليها دور في عمليه البريثنج سواء انسبيريشن او اكسبيريشن. تمام، يبقى ده الريسبيراتوري سيستم باختصار عباره عن ايه. طبعا احنا متفقين ان احنا الريسبيراتوري سيستم هناخده على محاضرتين. المحاضره الاولانيه اللي هو كونداكتيف، كونداكتيف قلت يعني اللي هو الجزء البورشن اللي بيحصل فيه الباسوي او الطريق او الممر لدخول الغازات من الاير لللنج ومن اللنج للاير. تمام، ده الكونداكتيف. اما الريسبيراتوري فهو الجزء اللي بيتم فيه عمليه الريسبيريشن، يعني تبادل الغازات بين البلاط الموجود في الكابيلاري والاير الموجود في اللنج الفيولار، ده الريسبيراتوري. لكن في تقسيمه ثانيه للريسبيراتوري سيستم بنقسمه ابر ولور ريسبيراتوري تراكت او ابر ريسبيراتوري بارت ولور. الابر بيبقى ابوف ذا لارينكس زي ما انتم شايفين كده، ادي الابر بارت، ادي النيزل كافيتي بدايتها النوستريل او الاكسترنال نيرس. هندخل بقى على النيزل كافيتي، النيزل كافيتي وراها يبقى النيزو فارينكس، النيزو فارينكس هتنزل معاه للاورو فارينكس اللي هو الجزء اللي ورا الاورو الاورال كافيتي، وبعد كده هيدخل التراك اللارينكس او الحنجره. الجزء اللي فوق ده بنقول عليه ابر ريسبيراتوري بارت او ابر ريسبيراتوري تراكت. اللور بقى من اللارينكس بمجرد من دخول اللارينكس للتراكيه، وبعد كده تنقسم هيحصل لها بايفركيشن رايت والليفت برايمري برونكاي اكسترا بالمونري، وتدخل البرايمري برونكاي دي انترا، وبعد كده بتتقسم التفرعات بتاعتها اللي هناخدها بالتفصيل بعد كده جوه اللنج. تمام، يبقى الابر بارت هو اللي جاي ابوف اللارينكس، اما اللور بارت اللي هو ايه من اللارينكس وداونورد. التقسيمه الاساسيه بتاعتنا للريسبيراتوري سيستم زي ما قلنا يا اما كونداكتيف يا اما ريسبيراتوري.
الكوندكتيف او الباسواي بتاع الاير بيتكون من ايه؟ بيتكون من نوز، بدايتها النسترل النيرس او النوسترل، وبعد كده النيزال كافيتي. من النيزال كافيتي هندخل وراها زي ما قلنا النيزوفارينكس، النيزوفارينكس تؤدي الى الاوروفارينكس، جزء من البلعوم اللي ورا النوز او النيزال كافيتي، والجزء اللي من البلعوم ورا الاورال كافيتي، وبعد كده هندخل لارينكس الحنجره، وبعد كده تراكيه القصبه الهوائيه، تنقسم الى برونكاي شعب هوائيه برايمري وسكندري وتيرشري لحد ما توصل للبرونكيولز اللي هي اصغر من البرونكاي. البرونكيولز دي هتقعد تتفرع 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 وتصغر في الترمينال لحد ما توصل للترمينال برونكيولز. لحد الترمينال برونكيولز احنا هنا في الكونتاكتيف بورشن بتاع الريسبيراتوري سيستم. تمام. من بعد الترمينال برونكيول بتيجي بقى حاجه اسمها الريسبيراتوري برونكيول. بدايه من الريسبيراتوري برونكيول الالفيولار داكت والالفيولار ساكس والالفيولاي، ده الريسبيراتوري بارت. الجزء ده هو جزء المحاضره الاولانيه بتاعتنا اللي هو كونداكتيف بارت اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. تمام يا شباب، كده ده تركيب الريسبيراتوري سيستم، كونداكتيف وريسبيراتوري بارت. زي ما قلنا الكونداكتيف ادي النيزال كافيتي، وانا هاخدها بالتفصيل شويه، بدايتها النوستر وادي النيزال كافيتي، وهتكمل بعد كده دي الاكسترنال نيرس، هنا المفروض دخلتها على النيزوفارينكس اسمها انترنال نيرس. هنا بقى النيزوفارينكس هيدخل الاير من النوستريل للنيزال كافيتي، بعد كده النيزوفارينكس هيعدي في الاوروفارينكس اللي هي الجزء اللي ورا الاورال كافيتي، وبعد كده هيدخل في اللارينكس. تمام. من اللارينكس هيدخل فين بعد كده؟ في التراكيه او القصبه الهوائيه. التراكيه هتنقسم، هتدينا بقى الرايت والليفت اكسترا بالموني، جزء خارج اللانج، وبعد كده في جزء هيبقى داخل اللانج. لو اعتبرنا ان الليفت برايمري برونكس جزء اللي اوت او اكسترا بالموني او بره اللانج ده، بعد كده جوه اللانج هتتقسم برايمري هتبقى سكندري، والسكندري هتبقى تيرشري، والتيرشري هتدينا سمول برونكاي. بعد كده البرونكاي تتحول لحاجة اصغر خالص كده، والتركيب مختلف شوية، نقول عليها البرونكيولز. البرونكيولز دي فيها جزء اسمه التيرمينال برونكيوز. لحد التيرمينال برونكيوز كده انا في الكوندكتيف بورشن بتاع الريسبيراتوري سيستم. وانس ان بدا الريسبيراتوري برونكيوز، وبعد كده الالفيولار داكت، وبعد كده الالفيولاي. الالفيولاي الواحده عباره عن مجموعه، الالفيولار ساك عباره عن مجموعه من الالفيولاي، يبقى الريسبيراتوري برونكيول والالفيولار داكت والالفيولار ساكس اللي هي عباره عن مجموعه من الالفيولاي، دي الريسبيراتوري بارت. تمام. هناخدهم جزء جزء، وهنقول النيزل كافيتي عبارة عن ايه. وزي ما انتوا شايفين بتبقى في opening في السكال، بتحتوي على اير، بنقول عليها paranasal sinuses او الجيوب الانفية. تمام. وهنتكلم عنهم شوية بعد شوية، يعني جزء كده بعد شوية. النيزل كافيتي زي ما انتوا شايفين بتتكون من ايه؟ من الopening بتاعتها، وادي النيزل كافيتي. والنيزل كافيتي برضه هنتكلم عنها بجزء من التفصيل بعد شوية ان شاء الله. النيزال كافيتي كان عبارة عن بدايتها الجزء الخارجي من النوز اللي هو بنقول عليه النوستريل او الاكسترنال نيرس، ده عبارة عن هيدخلنا الجزء من النيزال كافيتي اسمه الفيستيبيول، الحتة اللي هي دايليتد بيجينينج اوف ذا نوز، ده بنقول عليه الفيستيبيول. تمام. وبعد كده في النيزال كافيتي كلها على بعض بروبر، بعد كده هنوصل من ورا بقى النيزوفارينكس. الجزء بقى او النيزل كافيتي دي عباره عن ايه الاستراكشر بتاعها؟ عباره عن ثلاث مناطق. المنطقه اللي هي الفيستيبيول او بدايه النوز اللي هي فاتحه من خلال النوستر اللي بره، دي عباره عن ايه؟ الابيثيليوم بتاعها، دي بنقول عليها الفيستيبيول. الابيثيليوم بتاعها زي الابيثيليوم اللي هي جايه منه. انا عندي اللي مغطي النوز بقى من بره ده عباره عن سكن، السكن ده عباره عن ستراتيفايد سكويموس كيراتينايز. يجي بقى لما ندخل بقى عند الفيستيبيول بعد ما ندخل من النوستريل او الاوبننج بتاعه النوز، الجزء ده بيبقى زي السكن بتاعنا بالظبط، بس مختلف عنه ايه؟ ان هو نان كيراتينايز، يبقى ده ستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايز. لكن الجزء اللي بره بقى اللي هو المتغطي النوز ده عباره عن ايه؟ هو مغطي النوستريل، ده عباره عن سكن ستراتيفايد سكويموس كيراتينايز. ندخل بقى على باقي النيزل كافيتي. النيزل كافيتي دي زي ما انتم شايفين احنا عندنا بقى النيزل كافيتي تو تشامبر، غرفتين منفصلين بالنيزل سيبتم. تمام. النيزل سيبتم الجزء الامامي بتاعه او الانفيرير بارت ده كارتلج، وبعدين بون. كل تشامبر او كل غرفه من النيزل كافيتي عباره عن ايه؟ فيها ثلاثه بروميننس او ثلاث بروزات كده او تشيلفز، بنقول عليهم كونكا، جمعهم كونكي، في سوبيريور وميدل وانفيرير نيزل كونكا. تمام. دي
عبارة عن ايه؟ بتعمل تعرجات في النيزل كافيتي، فبتخلي الهواء هو داخل بيحصل له تربينيشن، بنقول عليه تربينيتس. تربينيتس يعني تربنة للهواء. بتخلي الهواء بقى وهو داخل بقى سريع بيتخبط بين التشيلفس، الاماكن الغرف دي او البروزات دي، فبتعمل ايه؟ حركة للهواء وهو داخل اسمها تربينيتس او ايه، تربنة للهواء. ده بقى بيعمل ايه؟ بيخلي الهواء ده بيحصل له هيوميديفيكيشن، يبقى رطب. كونديشنينج، بدل ما الهواء داخل لو احنا بقى في الحر الهواء سخن، او في الشتاء بقى الهواء بارد، بارد شويه والجو برد، فالهواء ده ما ينفعش يدخل للنقط بارد او سخن، فبيحصل له منهم موديفيكيشن. كونديشنينج، بعد كده بيحصل له فلتريشن، لان عندنا بقى في الفيستيبيول ده بيبقى فيه هير، فبتعمل ايه؟ بتنقي الهواء اللي داخل خلال النيدل كافيتي. طيب النيدل كافيتي باللايننج بتاع الكون كده عبارة عن ايه؟ الابيسيليم بتاعه عبارة عن نوعين، يا اما الريسبيراتوري، جزء للريسبيريشن وجزء للأولفاكتوري. الأولفاكتوري اللي هو الشم. انا عندي بقى الميدل والانفيرور والميدل اللايننج بتاعهم ريسبيراتوري، لكن الجزء اللي من فوق خالص ده اللي هو لايننج للسوبيريور نيزل كونكينا ده الأولفاكتوري اريا. حتى كده لما بنيجي نشم الشم بيبقى فوق المنطقة اللي فوق او اللايننج بتاع السوبيريور نيزل كونكي، تمام. اما باقي كل النيزل كافيتي عباره عن ريسبيراتوري ايبيثيليوم اللي هناخده شويه دلوقتي بالتفصيل. يبقى انا عندي بقى النيزل كافيتي بدايتها من نوستريل داخلين على الفيستيبيول، واللايننج بتاعه ده ستراتيفايد سكويمس اند كيروتينايزد ايبيثيليوم كونتينوس مع بتاع السكين. نيجي بقى عند النيزل كافيتي كلها على بعض، لو مسكنا وان تشامبر بقى هنشوف الكونجي، وقلنا دي بروميننس بتعمل تربينيس للاير وهيوميديفيكيشن فلتريشن كونديشننج، ودي سوبيريو وميدل وانفيرو، والسوبيريو لايننج بتاعها بيبقى ده عبارة عن الفولتر اريا او الجزء المسؤول عن السميل او ان احنا بنشم بيه. اما الباقي بقى عبارة عن الريسبيراتوري ايبيثيليوم ده للريسبيريشن، تمام. ادي في نيزل ساينس، دي عبارة عن تجاويف في البون تحتوي على اير، بتساعد في الريسبيريشن، او ليها فانكشن وتدينا النيزل تون، وليها فانكشن ايه هتاخدوها بعد شويه ان شاء الله في الاقسام التانية، تمام. ودي النيزل كافيتي، وبتبقى فاتحه فيها الاوستيكيان تيوب او الاوبننج بتاعه الاوستيكيان تيوب. نيجي بقى نتكلم على اول نوع من الميكوزا او الابيثيليوم الموجود في الريسبيراتوري سيستم اللي هي الاولفاكتوري ميكوزا، ودي الجزء اللي مسؤول عن السميل. قلنا بتبقى في الابر lateral part of nasal cavity، يعني الجزء اللي من فوق عند النيزل كافيتي من فوق over superior conchae. دي بتتكون من ايه؟ الميكوزا. الميكوزا ده عبارة عن ابيثيليوم ولا من appropriate connective tissue تحت. الابيثيليوم بتاعة الأولفاكتوري ميكوزا اللي هو من فوق بقى lining superior concha او lateral وال upper part بتاع او upper part of the nasal cavity او tip وال upper lateral، تمام. بتتكون من ايه؟ olfactory cells او sensory cells و سستنتيكولار اللي هي supporting cells، وفي بيزل سيل وبراش سيل. نسمع دايما حاجة اسمها نيورو ابيثيليوم. يعني نيورو ابيثيليوم ان هو الابيثيليوم ده ابيثيليوم ترو ابيثيليوم حصل له موديفيكيشن عشان يؤدي الى يقوم بفانكشن بتاعت نيورون او نيرف او نيرفوس سيستم. هل الاولفاكتوري ميكوزا دي نيورو ابيثيليوم؟ لا، مش نيورو ابيثيليوم. ليه؟ لان ده عبارة عن ابيثيليوم عادي، بس الخلايا مش بتأدي دور النيورون، لا دي خلايا نيورونز اصلية. يعني ايه الاولفاكتوري دي؟ دي عبارة عن ترو باي بولر نيرف سيلز، تمام. يبقى الاولفاكتوري ميكوزا ده مش نيورو ابيثيليوم. نيورو ابيثيليوم ده عبارة عن خلايا بتتحور تؤدي الى الفانكشن بتاعة النيرف سيل، لكن الاولفاكتوري ميكوزا ده هو بيحتوي على خلايا عصبية حقيقية اللي هي الاولفاكتوري سيلز، ودي عبارة عن سنسوري سيل، دي عبارة عن باي بولر نيرف سيل، خلية عصبية. ودايما احنا عارفين الخلايا العصبية لا تجدد، doesn't replicate، لكن olfactory nerves sensory cell دي can replicate، اللي هي الخلايا العصبية اللي بتتجدد. عندنا الأولفاكتوري sensory cell، وفي جزء كده في الهيبوكامبوس، دول المكانين لحد دلوقتي اللي هم قالوا انه بيحصل regeneration للنيرف سيل. غير كده النيرف سيل لا تجدد، الخلايا العصبية اللي بتموت خلاص. يبقى ده olfactory mucosa ده true nerve cell، true bipolar nerve cell. زي ما انتوا شايفين شكلها ايه بقى؟ شكلها طويلة كده طول، تمام. ويبقى الجزء الايبكس بتاعها بتبقى طالعه منه جزء كده، بيبقى جزء الايبيكال بالب منتفخ شويه، بنقول عليه بالب، ماشي، اولفاكتوري بالب او اولفاكتوري فيزيكال.
والفاكتوري بالب او فيزيكال بتبقى طالعه منه زي السيليا. السيليا دي ليها طريقه معينه كده كانها ايه هوريزونتال، عارفين شكل المروحه؟ هو بالظبط كده. الاولفاكتوري كود عامله زي السقف بتاع النوز بتاعنا، والخلايا الطويله منه نازله منه بقى سترايب، السيليا بتاعته زي المروحه بالظبط. تمام، السيليا دي هي اللي من خلال هيجي الاودر، الحاجه اللي احنا بنشمها بيبقى في اودرانت بايندينج بروتين على السيليا دي، بيتحد معاه بيعمل لنا بقى ايه السميل. تمام، بيحصل ازاي بقى السميل دي؟ سنسورز من ناحيه الريسبتورز اللي هي عباره عن السيليا اللي عند الاولفاكت او الاولفاكتوري بالب او فيزيكال، بعد كده من الناحيه التانية بقى بيطلع منها نير فايبرز. دي عباره عن ايه النير فايبر؟ عن مايلينيتد نير فايبرز متحوطه بشوان لايك سيلز، هي مش شوان بس هي لايك شوان سيلز، الجلايال سيلز. تمام، المجموعة الفايبرز دي او النير فايبرز دي كلها بتتجمع من الاولفاكتوري او السنسوريز دي كلها، بتديني بعد كده ايه الاولفاكتوري نير. هنا في اللامينا بروبلي بيتجمعوا مع بعض ويتعدوا كده ويطلعوا بقى الكريبري فورم بليد، ويطلعوا بقى يدينا بقى الاولفاكتوري نير. يبقى ده اول نوع من الخلايا الموجودة في الاولفاكتوري ميكوزا اللي هي الاولفاكتوري السنسوري، دي عبارة ترو بايبولر نيرف سيلز، ليها الجزء الابيكال بيبقى دايليتد شوية، هيدينا الاولفاكتوري بالب او فيزيكال طلع منه سيليا، قلت لكم عاملة زي شكل المروحة دي اللي مسؤولة كريسبتور للأودر ان احنا بنشم بيها، والناحية التانية بيبقى البيزال بارت بيبقى طالع منها النيرف فايبرز، هتتجمع في اللامينا بروبيا تدينا الاولفاكتوري نيرف. الخلايا التانية بقى الموجودة اللي هي سستنتيكولار او سبورتنج، سستنتيكولار يعني مساعدة يعني سبورت، يبقى بتساعدها في ايه؟ يبقى دي الخلايا اللي بتخدم الخلية الأساسية اللي هي النيرف سيل. بتعمل ايه الخلايا بقى اللي هي سستنتيكولار سيل او سبورتنج سيل؟ انتوا شايفينها كتير خالص، دي بتعمل سبورت السبورت سواء فيزيكال يعني لحماهم في بعض ماسكاهم مع بعض، وبيبقى في جنكشن كومبلكس بين السستنتيكولار سيل والفاكتوري بالب او فيزيكال. يبقى اول فانكشن اللي هو فيزيكال سبورت عن طريق الجنكشن كومبلكس. الوظيفه الثانيه نورشمنت، بتغذيها بتديها اكل بتديها نيوتريشن. تمام، الوظيفه الثالثه بتعمل الكتريكال انسوليشن، دي خليه عصبيه عشان تفصلها عن او تفصل الامباس او النيرف امباس دي عن باقي الخلايا الثانيه، فتعتبر الكتريكال انسوليشن او عازل. تمام، زي ما انتم شايفين كده الجزء اللي فوق من السستنتيكولار بيبقى وايد، وعندها نارو بارت بيبقى ناحيه البيز. تمام، والنيوكلاس بتبقى في الابيكال بارت او الابيكال ثيرد بتاع السبورتنج او السستنتيكولار سيل. نيجي بقى عندي بقى الخليه الثانيه اللي هي البيزال سيل. البيزال سيل عندي نوعين منها، في حاجه اسمها جلوبوز وهوريزونتال سيلز. الجلوبوز والهوريزونتال، الهوريزونتال سيل زي ما انتم شايفينها كده شكلها فلات سيلز بتبقى موجوده تحت، وبعد كده الجلوبوز سيلز. الهوريزونتال سيلز ريبليكيت هتديني بعد كده الجلوبوز سيلز، والجلوبوز سيلز دي هي اللي مسؤوله عن انها بتكون لي اللي هم ايزر الاولفاكتوري او السنسوري او السستنتيكولار، فتعتبر البيزال سيل البيزال سيل سواء بنوعينها ان هي تعتبر كانها هي الستيم سيل بتاعت مين؟ بتاعت الاولفاكتوري والسستنتيكولار سيل. يبقى كده احنا قلنا الاولفاكتوري سيلز او الاولفاكتوري نيورون بتحصل لها ايه ريبليكيشن، وهي الخليه العصبيه اللي بيحصل لها تجدد. تمام، عن طريق وجود البيزا سيل اللي تمثل الستيم سيل هوريزونتال اند جلوبوز بيزا سيل. نيجي عند النوع الرابع بقى من الاولفاكتوري سيلز اللي هي البراش سيلز. البراش سيلز اللي انتوا شايفينها دي اهي، البروش سيلز دي بيقولوا الفانكشن بتاعتها ايه بقى؟ ان هي عباره عن جنرال سنسيشن، تنقل جنرال سنسيشن يعني الاحساس اي سنسيشن ما عدا بقى السميل، بينتقل عن طريق البروش سيلز لان وجدوا فيه ساينابسز او ساينابتيك كونتاكت بينها وبين النير فايبرز اللي موجوده تحت في اللامينا بروبيا. تمام كده احنا عرفنا الاولفاكتوري ابيثيليوم والاولفاكتوري ميكوزا بالانواع الخلايا الموجوده فيه الاربعه. تمام، الخلية العصبية، الخلية المساعدة او supporting assistant، البيزال سيل اللي بتعتبر stem cell، وبعد كده البراش سيلز اللي هي بتعتبر كخلايا ايه general sensation. نيجي بقى على اللامينا بروبيا. اللامينا بروبيا زي ما احنا عارفين كلنا اللامينا بروبيا دي عبارة عن loose connective tissue، دايما connective tissue موجود تحت الابيثيليوم مسؤول عن nutrition. هنا بقى highly vascularized، تمام، بتاع الاولفاكتوري ميكوزا، لدرجه ان احنا لما بيحصل انفلاميشن بتبقى اللامينا بروبيا دي بتنتفخ كده ونحس ان مناخيرنا قفلت بقى ومش عارفين نتنفس. يبقى هايلي فاسكولاريزد فروم لوز تو دنس كونكتيف تيشو. تمام، بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على جلان سيراس جلان اسمها باومانز جلان اللي انتوا شايفينها اهو،
تمام، دي بتطلع السيكريشن بتاعها عند النيزل كافيتي. تمام، ايه الفانكشن بتاعتها تانية بقى؟ ايه تاني في اللامينا بروبي؟ بلاقي فيها الليمفويد نوديول او ليمفوسايت، بتطلع ايه تاني؟ بلاقي فيها ايه تاني؟ يبقى كونكتيف تيشو، سيروس جلاند، هتلاقي فيها النيرف فايبرز. تمام، السيروم السيروس جلاند او مامنز جلاند دي بتطلع ايه؟ سيروس. السيروس ده سيروس سيكريشن بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على لاكتوفرنس، بيحتوي على لايزوزايم اي جي اي. تمام، سيروس اللي هو الاودرانت بايندينج بروتين اللي هو بيجي عند السيليا دي، ومن خلاله هتلتحم الاودرانت بالريسبتور الموجود على السيليا. يبقى الفانكشن هنا تحس ان هي مناعيه شويه. ليه؟ لان ده مدخل الاير، الاير بيدخل فيه حاجات كتير، بكتيريا، باثوجينز، مايكرو اورجانيزم. فالمنطقه دي النوز كلها اللامينا بروبريا بتاعتها بنلاقي فيها الوايت بلاد سيلز، السيلز بتاعت بلازما سيلز، تمام، كتير. تمام، وهنا بقى البامنز جلاند او سيراف جلاند ليها جزء برضو في الاميونيتي او المناعه في النيزل كافيتي ضد اي حاجه داخله في الاير. تمام، بالاضافه للسيكريشن بتاع اللي هو اودرانت بايندينج بروتين. تمام، نتكلم بقى عن حاجه اسمها بارا نيزل ساينس او الجيوب الانفيه. عباره عن ايه؟ دي عباره عن 4 سبيسز. السبيسز دي موجوده فين؟ في البون. البون احنا عارفين البون ده ليه زي كوفرنج كده اسمه بري اوستيوم، الكبسول بتاعه بري اوستيوم. هل النيزل كافيتي ده بري اوستيوم بس؟ لا، البري اوستيوم عليه ميوكوس ميمبرين، يبقى بنقول عليها ميوكو بري اوستيوم لايند سبيسز. تمام، يبقى هما 4 سبيسز موجودين في السكال. تمام، لاين بميوكو بري اوستيوم، يعني ميوكوس ميمبرين على بري اوستيوم. طب الميوكوس ميمبرين ده عباره عن ايه؟ ريسبيراتوري ايبيثيليا، هناخده بعد شويه بالتفصيل ونعرف هو ايه الريسبيراتوري ايبيثيليا. وفي كوبلت سيل، يعني النيزا ساينس بيتكون جواه ميوكوس. تمام، يبقى تجاويف او فتحات جوه البون بتاع السكال وفيها الريسبيراتوري ايبيثيليا، والايبيثيليا ده بيقدر يطلع ايه؟ ميوكوس. يعني المناطق دي عرضه ان هيتجمع فيها ميوكوس ويحصل فيها انفكشن. تمام، فبالتالي اللامينا بروبريا بتاعتها اللي هي تحت الإبيثيليا على طول لازم يبقى فيها ليمفويد إليمنتس كويسة عشان ما يحصلش ايه؟ انفلاميشن نتيجة وجود الميوكوس في الساينسز دي. هل الساينسز دي مغلقة؟ لا، الساينسز دي فاتحة على نيزل كافيتي بسمول اوبنينج، فعشان كده بنقول عليها بارانيزل ساينسز. يبقى مش اوبنينج مقفول على نفسها، لا، ده في اوبنينج بينها وبين النيزل كافيتي. تمام، ايه الفانكشن بتاعتها؟ بتعمل هوموديفيكيشن للنيزل كافيتي، للاير في النيزل كافيتي، وتديني كلير فويس. الناس اللي بيبقى عندها نزله برد بقى بتشوف الصوت بتاعها بقى مش كلير. ليه؟ لان الساينس بتبقى تجمع فيها الميوكوس. تمام، ممكن تبقى انفكتد وكلوز، فبالتالي ايه؟ مش هتديني الكلير فويس. تمام، يبقى البارانيزل ساينس دي اللي هي الجيوب الانفيه 4 اللي هم الاسمويد زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفرونتال دي دايما الناس اللي لما بتاخد نزلات برد بيحصلها جيوب انفيه، بتحس ان عند الفرونتال الجبهه كده سيفير بين لدرجه انها بتحس انها عايز يطلع عينيها من مكانها من السيفير بين، لانه حصل اكيوميليشن للميوكوس وحصل انفكشن. تمام، في بقى المجدلري ساينوسيس، دول اللي هم عند المجدلة، وبعد كده في اسمويدال، وبعد كده في ايه؟ سفينويدال. يبقى انا عندي فرونتال، مجدلري، اسمويدال اند سفينويدال بارانيزال سينس. خلاص عرفناهم هم ايه؟ عبارة عن تجويف في الاسكال 4 وكبار. تمام، كل ناحية 4، على يعني من الناحية دي و 4 من الناحية دي. تمام، بيحتوي على ايه بقى؟ ده عبارة عن تجويف في البون لاين بيريوستيوم، والبيريوستيوم عليه ميوكوس ميمبرين. ميوكوس ميمبرين ده عبارة عن ريسبيراتوري ابيثيليوم في كوبل السيل. الريسبيراتوري ابيثيليوم ده مريح على لامينا بروبيا، اللامينا بروبيا دي ماسكة في البيريوستيوم اللي هو الكبسول بتاع البون. تمام، اللامينا بروبيا قلنا فيها سيرو ميوكوس جلان بتطلع ميوكوس، بالاضافة للريسبيراتوري ابيثيليوم في كوبل السيل هيطلع ميوكوس. تمام، عشان هي سورس للانفكشن بنلاقي فيها لينفويد اليمنتس كتير. تمام، الفانكشن بتاعتها ايه؟ بيعمل هوم موديفيكيشن تديني كلير فويس. تمام كده، يبقى احنا كده اتكلمنا على النيزل كافيتي والستراكشر بتاعها ودرسنا فيها اولفاكتوري ميكوزا. دخلنا بقى على البارانيزل ساينسيس، بعد كده الممر التاني ادي النيزل كافيتي، هتدينا بعد كده هندخل على البلغم الفارنكس، الجزء اللي بعد النوز على طول ده، الجزء ده من اول هنا لحد هنا
الجزء ده بنقول عليه النيزوفارينكس. النيزوفارينكس ليه؟ لان هو ورا النوز. تمام، اللايننج بتاعه ايه؟ نفس اللايننج بتاع الايه، النوز او النيزال كافيتي. النيزال كافيتي كان معظمها عباره عن عباره عن ريسبيراتوري ابيثيليوم، يبقى النيزوفارينكس عباره عن ايه؟ ريسبيراتوري ابيثيليوم، اللي هو اسمه ايه، سود ستراتيفايد كولونر سيليتد وذ جوبلت سيل. ودي من الابيثيليوم بقى المحفوظه من ايام ما خدتوا الابيثيليوم في سنه اولى والحاجات المهمه اللي لازم تتحفظ. يبقى الريسبيراتوري ابيثيليوم عباره عن ايه؟ سود ستراتيفايد كولونر سيليتد وذ جوبلت سيل، وهندرس شويه بالتفصيل بعد كده. نيجي بقى للمنطقه الثانيه من الفارينكس، الاورو. الاورو اللي هو الجزء اللي هو نهايه النيزو وورا الاورال كافيتي. سموه اورال ليه؟ لان هو ورا الاورال كافيتي. الاورال كافيتي اخدتوها في جي اي تي بقى عباره عن ايه، اللايننج بتاعها ستراتيفايد سكوير مثلا كيراتينايزد ابيثيل، من فاتحه على بره. قلنا اي حاجه بتبقى فاتحه على بره بتبقى ايه، نفس ستراتيفايد سكويرمس لان كيراتينايز. الجلد ستراتيفايد سكويرمس كيراتينايز. تمام، يبقى كده الاير دخل من نص النيزال كافيتي النيزو فارينكس وبعد كده اورو فارينكس. هيدخل في اللارينجيو فارينكس؟ لا، اللارينجيو فارينكس دي ده اتجاه اكل الاكل، لكن امال اتجاه الاير بيمشي ازاي؟ كده بيمشي من النيزال كافيتي النيزو فارينكس اورو فارينكس ويدخل على اللارينكس على طول. امال مين اللي بيدخل في اللارينجيو فارينكس؟ الاكل. طب ازاي بيحصل ده؟ بيحصل ازاي؟ ادي الاكل بيدخل من الاورال كافيتي، اول ما بيدخل هنا يجي بقى الايبيجلوت، شايفين لسان المزمار، يروح قافل اللارنكس، يجي ينزل لتحت كده يقفل اللارنكس. ممنوع اكل يدخل في الايه، في القصبة الهوائية. ده لو احنا شرقنا كده اي حاجة بقى، حتى واحنا بنبلع ريقنا ودخل في اللارنكس نقعد في الكف بقى ونتخنق لحد ما يحصل ايه، تطلع الحاجات تاني من اللارنكس. فبالتالي الاكل بيجي يقفلها كده، بيعدي في اللارنجيوفارينكس والاسوفاجس. فده اللارنجيوفارينكس دي ده الباسواي بتاع مين؟ الفود. انا ماليش دعوه بيه في الريسبيراتي، انا الباسواي بتاعي هنا نيزوفارينكس اوروفارينكس، يدخل على طول على اللارنكس. يبقى الجزء الفارينكس اللي مسؤول عن الريسبيريشن نيزوفارينكس اوروفارينكس. واحد اللايننج بتاعه زي اللايننج بتاع الريسبيراتوري بتاعت النيزال كافيتي اللي هو سود ستراتيفايد كولومنري ابيثيليوم وز جوبلت سليتد وز جوبلت سيل. والتاني بقى اللي هو الاورفاين زي الايه، الاورال كافيتي ستراتيفايد سكويماس نان كيراتينايز. تمام، نتكلم على الجزء اللي بعد كده اللي هو الفويس، الفويس بوكس او اللارينكس. اللارينكس ده الصندوق او الحنجره، هو صندوق الصوت. احنا وانا بتكلم عمال احكي بقى، الصوت ده من ينشأه هو اللارينكس، او عشان كده بنقول عليه الفويس بوكس. اللارينكس دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن جزء من الاوروفارينكس، بدايته من عند الاوروفارينكس لحد التراكيه. فهو تيوبس، دي تيوب دي سلندريكال وشورت وريجيد تيوب. تمام، بدايتها من الاوروفارينكس ونهايتها عند التراكيه. ايه عباره عن ايه؟ دي عباره عن ميوكوس ميمبرين وكارتريج. الميوكوس ميمبرين ده عامل ايه؟ الميوكوس ميمبرين اللي هو اللايننج ده، الميوكوس ميمبرين ده عباره عن ابيثيليوم كونكتيف تشو لامينا بروبيا تحت الابيثيليوم، احنا ريسبيراتوري سيستم. فالابيثيليوم هو سودو ستراتيفايد كولومنر سيليتد وذ جوبلت سيل. اللامينا بروبيا زي ما قلنا الريسبيراتوري ابيثيليوم، اللامينا بروبيا بتبقى فيها جلامز وبيبقى فيها الليمفويد نوديولز او الليمفوسايتس ومع الكونكتيف تشو. يبقى اللارينكس كارتليج وميوكوس ميمبرين. ميوكوس ميمبرين اللي هو الابيثيليوم واللامينا بروبيا. الابيثيليوم ريسبيراتوري ابيثيليوم سودو ستراتيفايد كولومنر سيليتد وذ جوبلت سيل. واللامينا بروبيا دي عباره عن لوز كونكتيف تيشو بيحتوي على جلانس ولمفويد نيوكليوس. تمام، نيجي بقى ايه، شايفين احنا عندنا بقى في تو فولد. تو فولد يعني ايه؟ الميوكوس ميمبرين يطلع لبره كده يعمل فولد ويرجع تاني. فالفولد من الناحيه دي ومن الناحيه دي، فوق وتحت في سبيس بينهم. السبيس ده اللي بينهم هو ده بقى اللي بيحصل فيه ريزونانس بيطلع الصوت. عندي اللي فوق واللي تحت. تمام، اللي تحت هو ده الترو فوكال كورد، واللي فوق اللي هو الفيستيبولار فوكال كورد او الفولس. يبقى انا عندي ترو فوكال كورد وفولس. الفولس بنقول عليه الفيستيبولار، واللي تحت ده اللي هو ترو ده بنقول عليه ترو فوكال كورد. بينهم في ايه، مكان كده فاضي، حته تجويف في النص بينهم، ده اسمه فنتريكل، ده اللي هو مسؤول عنه بقى الريزونانس ويطلع الصوت. تمام، يبقى كده اول حاجه اتكلمنا عنها الميوكوس ميمبرين اللي هو الابيثيليوم واللامينا بروبيا، والفولس بتاعت الميوكوس ميمبرين ده الفولس او الفيستيبولار فوكال كورد والترو فوكال كورد وبينهم فنتريكل. طيب الكارتليج، عندي كام نوع من الكارتليج؟ عندي نوعين من الكارتليج، هايلاين والاستيك. هما ايه بقى الكارتليج؟ فيه ثايرويد، ادي ثايرويد كارتليج، وادي الكريكويد كارتليج، وفي ارجينويد كارتليج. الكريكويد من ناحيتين، وفي ارجينويد وفي يونيفورم
كورنيكوليت والإبيجلوتيس يعتبر إلاستيك. يبقى أنا عندي كام نوع؟ هايلاين وإلاستيك. الهايلاين نحفظهم في كلمة كات، قطة. كات اللي هو ثايرويد كريكويد وأريتينويد، سي اي تي كريكويد التيب الانفيرور، بس الأريتينويد مش كله، الانفيرور بارت بتاع الأريتينويد والثايرويد. ادي الثلاث حروف بتاع كلمة كات، ده الهايلاين كارتج. لما نيجي بقى للإلاستيك، عندي بقى التيب بتاعت الأريتينويد، عندي الإبيجلوتس، عندي بقى الكونيفورم والكورنيكوليت، دول شوية كارتج صغيرين، دول إلاستيك. تمام، خلاص عرفنا اللانكس وتركيبها بيتكون من ايه وهي ايه الفانكشن بتاعتها. هنتكلم عن الريسبيراتوري ميكوزا. قلنا الريسبيراتوري ميكوزا كل الريسبيراتوري باسج كل اللونج بتتكون من ايه، بتحتوي على الريسبيراتوري ميكوزا ما عدا اماكن معينه اللي هي نبدا فوق من النيزال كافيتي الفيستيبول، ده بدايه النيزال كافيتي، ده قلنا عباره عن ايه، ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايتس. فوق عند السوبر كونفي الابر واللاترال بارت اوف ذا نيزال كافيتي هلاقي فيه ايه، هنلاقي فيه اللي هو الاورفاكتوري ميكوزا. ننزل بقى عندنا نشوف بقى ادي الاوروفارينكس ورا الاورال كافيتي، قلنا ستراتيفايد سكويمس نون كيروتينايزد اي بي سي اللي شبه الاورال كافيتي. نيجي بقى للايبوكلوت انتيرو سيرفيس ابر بارت اوف ذا سوبيريو سيرفيس، ده سوبيريو بارت ده، تمام، ده عباره عن شبه مين، النيزل الاورال كافيتي ستراتيفايد سكويمس نون كيروتينايزد. ننزل في اللارينكس قلنا الفوكال كورد ترو فوكال كورد ستراتيفايد سكويمس نون كيروتينايزد. الميكوزا اسمها ايه بتاعه الريسبيراتوري دي، عباره عن ابيثيليوم لامينا بروبريا. الابيثيليوم عباره عن ايه يا شباب؟ الابيثيليوم سود ستراتيفايد كولامنر سيليت ابيثيليوم. يعني سود ستراتيفايد يعني انا ابص عليه الاقي يجي لي انطباع جاذب ان هو مالتيبل ليفل، لان النيوكليا فعلا موجوده في مالتيبل ليفل. عندنا لو وميديال ميدل وايه ابر ليفل نيوكليا، فبيديني مالتيبل ليفل، فعادي ده بيديني فولس امبريشن. سيليتد كولومنر الموست كومن خليه الكتير فيها الكولومنر سيليتد. انا بشايف ادي ثلاثه قدامي دول عباره عن كولومنر سيليتد، كولومنر طويله واصله من البيزمنت ميمبرين لحد اليومين، تمام، فيها سيليا والسيليا دي بتتحرك، ده لازم تتحرك، ده بالعكس لا قدر الله لو مش بتتحرك بنقول عليها ام موتايل سيليا سندروم، بيبقى فيه ديفكت في الداينين بروتين فما بتتحركش، فبيبقى ايه الميوكاس والداست بارت كل الحاجات اللي بتدخل في الاذن مش بتقدر الانسان يطلعها في الكف ومش بيقدر يعمل كف، فبالتالي دي هيحصل اكيوموليشن ويدينا دايما الشخص ده بيبقى عرضه للريسبيراتوري تراكت انفكشن. يبقى السيليا دي موتايل وفي ميتوكوندريا كتير موجودة تحتها عشان تديني ايه الانرجي المسؤولة عن الموفمنت بتاعت السيليا. النوع التاني من خلايا الميوكوس جوبلي سيل، يعني انتوا بقى خدتوها بالتفصيل في الجي اي تي، دي عبارة عن خلايا كأسية، اللور بارت بيبقى نيرفس ليم والابر بارت بيبقى وايت، النيوكلاس بتبقى كلوز تو ذا لور بارت، الابر بارت زي ما انتوا شايفين بيبقى فيه ميوكوس، ميوكوس او ميوسين متخزن فيه، وبعد كده في دي خلايا بتطلع الميوكوس بره، تمام. الميوكوس ده بيغطي الريسبيراتوري باسج عشان لو في بارتيكلز في داست في مايكرو اورجانيزم تلزق على الميوكوس، بعد كده بيحصل لها كده كده بيحصل لها اكسبكتريشن وموفمنت لبره مع السيليا. نيجي بقى النوع التالت من الخلايا هو البراش سيلز. البراش سيلز انتوا زي ما انتوا شايفينها هي خليه كده موجوده وسط بين الكولامنر والجوبلت الكبار والخلايا الصغيره، دي وجدوا منها في نوعين، اماتيور براش سيلز. الاماتيور براش سيلز دي اللي هي بتدينا البراش سيلز يقال عليها سمول جرانيول ميوكسل، تمام، سمول جرانيول ميوكسل بتديني بقى بتدي ديفرنشيشن، تديني ممكن تكون فانكشن بتاعتها اللي هي اماتيور تديني الجوبلت والخليه الثانيه الكولامنر سيليتور. في اذر يقول ان اللور بارت بيبقى ليه علاقه بيعمل سايتانسس مع النيرف اندنج، فبالتالي مسؤول عن سنيزنج والكوف ريفلكس، تمام. في ناس بقى بتقول لا ده هي امتي قبل السل بعد ما فضيت بقيت كده، ففي اراء كتير، بس اللي احنا بنتكلم عنه وبنقوله ان هي اماتيو اللي ممكن تدي الجوبلتس والكلامنر، والتانيه بقى اللي هي السنسوري اللي مسؤوله على سنيزنج والكوف لان بتعمل سايناس الدندرايت بتاعتها مع النيرف الموجوده تحتها. النوع التالت الرابع اللي هو small granule cells او دينيس. دينيس اللي هي diffuse neuroendocrine cells، وانت انت خدتوها في الجي اي تي، وهنا وجدوا نوع واحدة من الخلايا دي موجودة في الريسبيراتور، لان الريسبيراتور والجي اي تي انهم نفس الاورجن، تمام، بيتكونوا مع بعض، فوجدوا منهم خلية اسمها كالشيتسكي سيلز. كالشيتسكي سيلز دي خلية
زي ما انتم شايفينها تحت الديفيوز نيورو اندوكراين سيل، متميز ان فيها جرانيولز. هنا بقى انفر بيزل لوكيتد الكترون دنس جرانيول، بتبقى الدايمتر بتاعها من 100 ل 300 نانومتر ان دايمتر. تمام. الخلية دي بتتسبق طبعا بالسيلفر، بيبقى الفانكشن بتاعتها ايه؟ بتطلع الجرانيول دي، بتطلع ايه؟ بتطلع سيرتونين كالسيتونين، وليها علاقة بالسيل بروليفريشن في التيومر. الكالسيتونين طبعا معروف انه بيطلع من ثايرويد، لكن في مكان بيطلع بره ثايرويد؟ الكاشيتسكي سيلز اللي موجودة في الريسبيرات او الدينيس سيل او سمول جرانيول سيلز. تمام. والسيرتونين نيجي بقى على البيزل سيل. البيزل سيل دي هي اللي خلاص صغيرة، اللي بتبقى على البيزمنت ميمبرين، ودي بتمثل الستيم سيل المسؤولة عن الريجنريشن بتاع كل الريسبيراتوري ابيثيليوم او الخلايا الموجوده فوق. نيجي بقى عند اللامينا بروبريا بتاعت الريسبيراتوري ابيثيليوم او الريسبيراتوري ميكوزا، دي عباره عن لوز كونكتيف تيشو، بتحتوي على بلاد فيزلز، بتحتوي النيرف طبعا، بيبقى فيها ليمفاتكس سواء ديفيوز ليمفاتكس او ديفيوز ليمفوسايتس او ليمفاتيك نوديولز. تمام. بس في الاكتر في الميكوزا بتبقى ديفيوز مع وجود بلازما سيل كونكتيف تيشو سيلز وباقي ايه الخلايا الموجوده في اللامينا بروبريا. ممكن يلاقي كده التراكيه او القصبه الهوائيه، دي عباره عن فليكسبل اير تيوب. فاكرين اللانكس كنا بنقول شويه انها ريجيد، لكن التراكيه فليكسبل. الفليكسبيليتي دي جايه من وجود الالاستيك فايبر، طولها حوالي 20 سنتي في اللينس، والدايمتر بتاعها 2 سنتيمتر. بتبدا فين؟ بدايتها عند بدايتها عند الكريكويد كارتليج، بدايتها عند الكريكويد كارتليج، وبتنتهي عند لما بيحصل لها بايفوركيشن انتو رايت اند ليفت برايمري برونكاي. تمام. التراكيه دي بتتكون من ايه يا جماعه؟ بتتكون ميكوزا، سب ميكوزا، فايبرو كارتليجينس كوت اند ادفنتيشا. الميكوزا بتاعت التراكيه عباره عن ايبيثيليوم لامينا بروبريا and elastic lamina. الابيثيليوم ده respiratory epithelium زي ما اتكلمنا، قلنا pseudo stratified columnar ciliated goblet cells. اللامينا بروبيا عبارة عن loose connective tissue، بيحتوي على كولاجين والإلاستيك كتير طبعا، بنلاقي فيها connective tissue cell، بنلاقي فيها lymphocytes، plasma cell والحاجات دي كلها. وفي elastic lamina عبارة عن elastic fibers separating mucosa من sub mucosa، عاملة ايه شوية elastic fibers كده عاملين لامينا مع بعض. تمام. فبيديني elasticity في التراكيا. الصب ميكوزا ده الجزء اللي تحت الميكوزا ده عباره عن لوز كونكتيف تيشو، لوز اريا كونكتيف تيشو، بلاقي فيه الجلاندز. تمام. زي ما انتم شايفين في الصوره هنا، ميوكس او سيرو ميوكس جلاند، او نقول عليها تراكيال جلاند. تمام. بلاقي فيها كونكتيف تيشو، ممكن بلاقي فيها ليمفويد نيديول، كل ده موجود فين؟ في الصب ميكوزا. يبقى جلاند، ليمفويد نيديول، في وسط اللوز اريا كونكتيف تيشو والنيرف والحاجات دي. نيجي عند اللاير الثالثه، الطبقه الثالثه اللي هي فايبرو كارتليجينس. فايبرو يعني فايبرو الاستيك طبعا، الادفنتيشيا او الفايبر لاير بتاعه التراكيه لازم بنقول عليها فايبرو الاستيك عشان فيها كميه الاستيك فايبرز كتير. فهنا ده فايبرو الاستيك لاير عندي، سوري فايبرو كارتليجنس. الفايبرز بنقول على فايبرو الاستيك، اما الكارتليجنس فانتوا زي ما انتوا شايفين بيبقى سي شيب، يعني زي ما انتوا شايفين كده ادي ايه سي شيب، زي هورس شو او حدوث الحصان او سي شيب هاي لاين كارتليج. تمام. هايلاين كارتلج وحواليه ايه فايبرولاستيك كونكتيف تيشو، ده بيبقى ديفيشنت بوستيريورلي. الحته دي السي شيب مش كاملانه زي ما انتم شايفين كمان في الصوره دي، مش كاملانه من ورا. امال ايه اللي مكملها؟ سموث ماسل. سموث ماسل دي اسمها تراكياليز ماسل. تراكياليز ماسل دي بتديني حريه حركه للاسوفيجاس وراها، ان هو لما بناكل ونبلع بقى الاسوفيجاس بيبقى اكستندد، فممكن يضغط شويه في الحته دي عشان ياخد مساحه عشان يوسع اثناء ايه البلع. يبقى الفايبرو كارتريجينس لير دي عبارة عن هايلاين كارتريج موجودة في شكل سي شيب او هور شو، تبقى حواليها فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو ديفيشنت بوستيريورلي، بتحل محلها تراكيالز ماسل او سموث ماسل لير كده، جزء بسيط بيديني حرية حركة للاسوفيجاس وراها انه يحصل له ديستنشن فيقدر يضغط عليها. الادفنتيشيا بقى احنا عارفين الادفنتيشيا دي كونكتيف تيشو، بس هنا فايبرو الاستيك كونكتيف كونكتيف تيشو فايبرز كولاجين وفي الاستيك كتير، بلاقي فيه بلاد فيزلز. ايه فانكشن بتاعت الادفنتيشيا؟ دايما فانكشن بتاعت الادفنتيشيا تمسك الاورجان بالاعضاء التانية، فهو الادفنتيشيا بتاعت دي ماسكة مع الادفنتيشيا بتاعت الاسوفيجاس، بتعمل لها ايه كونكتس مع الاورجان او الستراكشر اللي حواليها. خلاص عرفنا تراكيا، عرفنا طولها بتبدأ فين بتنتهي فين، اللاين بتاعها مهم جدا جدا، الابيثيليا واللامينا بروبريا والالاستيك لامينا
موجود فيها فم ميكوزا، وقلنا فيها جلاند مهمة اسمها تراكيال جلاند يا ميوكاس او تيرو ميوكاس جلاند. فيها كونكتيف تيشو، فيها ليمفويد نيديول، تمام. الفايبرو كارتريجنس قلنا هالاين كارتريج وست فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو، تبقى تي شيبد وديفيشنت او ناقصه بستور مش كامله، فيها تراكيال المصل والادفنتيشيا وكده الاستراكشر بتاع التراكيا. التراكيا يا جماعه المفروض بعد كده هتبدا حاجه اسمها برونكيال تري. برونكيال تري دي جزء منها بيبقى بره لانج وجزء جوه بره، جوه اللانج وجزء بره. التراكيا اول ما تنقسم قلنا بتدينا رايت وليفت ايه برايمري برونكاي. البرايمري برونكاي جزء منها اكسترا بالمونري او بره اللانج وجزء انترا بالمونري. لما نتكلم بقى على اللانج عندنا كام لانج؟ احنا اتنين لانج رايت وليفت. الرايت كام لوب؟ ثلاثة. بيتقسموا حاجة اسمها برونكو بالمونري سيجمنت، دي ليها علاقة بالجراحة والحاجات دي 10 برونكو بالمونري سيجمنت. اما الليفت اللي هي متقسمة لاتنين لوبس بس دول 8 بالمونري برونكو بالمونري سيجمنت. القصة دي بس كمقدمة، لان احنا هندرس بعد كده اللانج ان شاء الله في المحاضرة التانية. التراكية هتنقسم، هتطلع بايفوركيشن هتدينا رايت وليفت بالمونري برايمري برونكاي. برايمري برونكاي لو هنقول واحدة برونكاس، البرايمري برونكاي جزء منها اكسترا بالمونري بره زي ما انتوا شايفين في الرسمة هنا، جزء اهو بره والجزء التاني جوه. اول ما تدخل البرايمري برونكاس جوه اللونج هتنقسم، تديني ايه بقى؟ تديني سكندري برونكاي، تمام. والسكندري برونكاي هتنقسم تديني تيرشري، والتيرشري هتوصل للبرونكو. ادي عندي انا ايه التراكيا رايت وليفت بالمونري برونكاي، برايمري برونكاي سوري، وبعد كده سكندري برونكاي، وبعدين تيرشري برونكاي. نوصل بقى عند ايه البرونكيول، تقعد تنقسم تيرشري لحد ما تدينا برونكيول. البرونكيول دي بقى نوصل لمرحلة التيرمينال برونكيول. انا كده انا موجودة فين؟ يبقى طول ما انا وصلت لحد مرحلة التيرمينال برونكيول انا كده في الكونداكتيف بورشن. يبقى من اول عندي تراكيا البرايمري برونكاي ليفت ورايت، لو مسكنا واحدة فيهم البرايمري هتدخل جوه تبقى سكندري، سكند تنقسم تيرشري، والتيرشري بعد كده هتديني برونكيول. انا لحد ما اوصل تيرمينال برونكيول انا كده في ايه في الكونداكتيف. من التيرمينال برونكيول هندخل بعد كده لحاجه اسمها ايه ريسبيراتور برونكيول. الريسبيراتور التيرمينال برونكيول اهي السمولر برونكيول، بعد كده وادي الريسبيراتور برونكيول. الريسبيراتور برونكيول دي بتدخل جوه اللانج، بتبقى كونكتد مع الالفيولار داكت اللي هي مش باينه دي، الالفيولار داكت سوري. ادي الريسبيراتور برونكيول وادي الالفيولار داكت اللي الجزء اللي تحت ده. الالفيولار داكت بيبقى ماسك في الالفيولار ساك، والالفيولار ساك دي مجموعه من الالفيولار. يبقى عرفنا البرونكيال تري، برونكيال تري بدايتها من البرونكاي. خلصنا التراكيا رايت وليفت برونكاي برايمري، بعد كده جزء منهم جوه اللانج يدينا سكندري، يدينا تيرشري، تيرشري يدينا برونكيولز. البرونكيولز تنقسم لحد ما توصل للتيرمينال برونكيولز، كده لحد التيرمينال برونكيولز انا في الكوندكتيف. بعد كده الريسبيراتور برونكيولز وغنانين دول دي كده تديني الفيلور داكت. الالفيلور داكت دي تفتح على الالفيلور ساك، الالفيلور ساك دي عبارة عن الفيولاي والفيولاي مع بعض يدينا الفيلور ساك، تمام. البرايمري او البالمونر برونكاي في برايمري، البرايمري بالمونر برونكاي في جزء منها جزء خارجي اكسترا وانترا بالمونر برونكاي. لما نيجي نتكلم على الستركشر بتاع البرايمري برونكاي، الاكسترا دي ايدنتيكال تيبيكال زي تراكيا، تمام. لكن الانترا بالمونر بيختلف شوية عن الاكسترا بالمونر. الاكسترا تيبيكال نفس الستركشر، ميكوزا وصب ميكوزا وفايبروكارتليجينوس وادفنتيشا زي تراكيا بالظبط، تمام. لكن انترا بالمونر برونكوس بيختلف ايه؟ كانت الميكوزا عباره عن ايبيثيليوم لايننج لاملا بروبريا او الاستيك ميمبرين، ده كان في التراكيا، هنا مفيش الاستيك ميمبرين، تمام. حلت محله سموث ماسل ليه بنقول عليها ماسكولاريزليا. كان هناك في صب ميكوزا، هنا مفيش صب ميكوزا. في كارتليجينس رينك، لكن هنا الكارتليج بيبليت قطع زي ما انتوا شايفينه كده، ادي كارتليج رينكس. يبقى ادي الميكوزا، ادي الايبيثيليوم، واللامينا بروبيا بدل ما في الاستيك لامينا زي التراكيا والاكسابالموني، لا الانترابالموني في سموز ماسل لير، ماشي، نوع الماسكولاريت لير. وبعد كده الكارتريج بدل ما كانت كارتريج سيرينج هنا بقت قطع، انتوا شايفين قطع وقطع، تمام. وبعد كده عندنا الادفنتيشا زي ما هي اللي هي الاكسترنال فايبرس لير او الادفنتيشا نفس الاسم، تمام. يبقى انا كده لما نتكلم عن البرايمري برونكس الجزء الاكسترا شبه التراكيا، الجزء الانترا بالمونري ده
ليه ستراكشر مختلف، عبارة عن ميكوزا مفيش فيها إلاستيك ميمبرين، حلت محلها ماسكولار جليا، مفيش سب ميكوزا. الكارتليج بيت بليس، مفيش سير شيب ترين كارتليج. وبعد كده الادفنتيشيا. تمام، لما نيجي نتكلم او نقارن بين الجزء الاكسترا والانترا بالمونري بارت بتاع البرايمري برونكس، قلنا الاكسترا بالمونري برونكس الستراكشر بتاعها تيبيكال زي التيروكيه، اما الانترا بالمونري برونكس بيختلف شويه عن التركيب. بيحصل ايه؟ احنا متفقين ان كل ما يقل بيحصل بايفوركيشن او البرونكيال تري تنقسم اكتر واكتر، هيحصل ايه؟ الدايمتر بيقل، الهايت بتاع الابيثيليوم بيقل، بتبقى مور فولدد. تمام، طيب انا عندي الاكسترا بالمونر بروكس اللي هي شبه التراكيا، بيبقى الدايمتر بتاعها ايه؟ لارج وليس فولدد. ليه ليس فولدد؟ عشان السي شيب درينج، السي شيب درينج كارتليج او هايلاين كارتليج ده مخليها بيتا مفتوحه، فبالتالي ليس فولدد. لما ندخل بقى الانترا بالمونر برونكس بتبقى ايه؟ الدايمتر بيقل وبتبقى هايلي فولدد، لان الكارتليج بليت بدل ما هي سي شيب او سي رينج او تي شيب درينج بتبقى ايه؟ بليت متكسره، فبالتالي الميكوزا بتبقى فولد. الريسبيراتوري ايبيثيليوم طبعا بره في جوبل السيل، كل ما ندخل جوه بنتعمق او بندخل جوه اللانج عدد الجوبل السيل بيقل 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 لحد ما يختفي. احنا مش عايزين سيكريشن جوه اللانج، مش عايزين ميوكس جوه اللانج عشان ما يبقاش ايه عرضه للانفكشن. تمام، لكن في الريسبيراتوري بس احنا محتاجين الميوكوس. ليه؟ عشان اي حاجه داخله في الاير داست بارتيكل مايكرو اورجانيزم، اي حاجه بتلدق في الميوكوس، وطبعا السيليا بتاعت الريسبيراتوري ايبيثيليوم بتطلعها. تمام، فبالتالي احنا دخلنا انترا بالمونري الريسبيراتوري ايبيثيليوم هو هو بس قل عدد ايه؟ الجوبلت سيل. تمام، احنا قلنا الاكسترا بالمونري برونكس تحت ايبيثيليوم ولامينا بروبيا وفي مين الاستيك ميمبرين ده في التراكيه هنا، او الاكسترا بالمونر برونكس زي التراكي. في الانترا بالمونر برونكس مفيش الاستيك ميمبرين. تمام، بعديهم الطبق اللي بعديهم قلنا ايه؟ الميكوزا. في الاكسترا بالمونر برونكس بيبقى ويل ديفولب سب ميكوزا، تحت الميكوزا سوري سب ميكوزا بيبقى ويل ديفولب سب ميكوزا. السب ميكوزا قلنا فيها ليمفويد نيديول سيروس او سيرو ميوكس جلاند اللي هي تراكيال الجلاند واللوس اير كونكتيف تيشو كل الحاجات بتاعته، بيبقى ويل بروميننت ويل ديفولب سب ميكوزا في الاكسترا بالمون. لما نيجي عند الانترا بالمون بروكس مفيش سب ميكوزا. تمام، زي ما قلنا الطبقه اللي بعد كده الفايبرو كارتليج ناسلير، الكارتليج في التراكيه بيبقى سي شيب كارتليج رينج، لكن في الانترا بالمون بروكس يبقى بليت قطع من الكالاين كارتليج كونكتد مع بعض من كونكتيف تيشو، لكن اكسترا بالمون سي شيب ومن ورا ديفيشنت وفيها ايه؟ تراكيالس مثلا. طيب الالاستيك ميمبرين اللي كان في الاكسترا بالمون بروكس فاصل الميكوزا من السب ميكوزا موجود، لكن السموث ماسل موجوده بس في البوستيريور بارت بتاع التراكيال رينج اللي هي ديفيشن. تمام، عشان يدي حريه حركه للاسوفيجاس ورا، لكن في الانترا بالمونر بروكس قلنا مفيش الاستيك ميمبرين ومفيش سب ميكوزا. طيب هتدخل على طول للكارتريج؟ لا، في ماسل لير، في سموث ماسل لير بنقول عليها ايه؟ اللي هو ماسكولاريز لير. يبقى بالترتيب ميكوزا في الاكسترا بالمونر تراكيا عباره عن ايبيثيليوم لامينا بروبيا الاستيك فايبرز وصاب ميكوزا وبعد كده كارتريج لير. في الانترا بالمونر برونكاس الميكوزا عباره عن ايبيثيليوم ولامينا بروبيا، مفيش الاستيك ميمبرين، مفيش صاب ميكوزا، لكن في ماسل لير وبعدين الكارتريج. الالاستيك ميمبرين موجود في الكونكتيف تيشو بتاع اللامينا بروبيا او فاصل الميكوزا من السب ميكوزا. في الانترا بالمونر برونكس الالاستيك فايبرز كده بتبقى سبوراتيك منتشره بس كتير، موجوده في الادفنتيشيا وموجوده بين الكارتليج بلي منتشره. تمام، في الاكسترا بالمونر مفيش اكسترنال فايبرس الاستيك ميمبرين، كان في انترنال فاصل الميكوزا من السب ميكوزا لكن هنا مفيش اكسترنال، لكن انترا بالمونر اللي ما كانش فيها انترنال فيها external fibril elastic membrane اللي هو موجود في الادفنتيشيا بره. بالنسبه للجلاند، الجلاند كانت موجوده في الانترا في الاكسترا بالمونر برونكس، موجوده فين؟ في السب ميكوزا، لكن انترا بالمونر برونكس ما فيهاش سب ميكوزا فبالتالي موجوده في الادفنتيشيا. يبقى كده لو هنقارن او بين الاكسترا بالمونر برايمر برونكس والانترا بالمونري، الاكسترا بالمونري شبه التراكيه
الديامتر بتاعها لارج وليس فولدد، اما الانترابلمونر الديامتر صغير وهايلي فولدد. الابيثيليوم او الميكوز عباره عن ابيثيليوم لامينا بروبريا والاستيك ميمبرين انترنا. ده في الاكسترابلمونر برونكس. في الانترابلمونر برونكس ابيثيليوم لامينا بروبريا مفيش الاستيك ميمبرين. الابيثيليوم هما الاثنين ريسبيراتوري. الاكسترا فيها جبلت كتير، قلنا الانترا مش محتاجين جبلت كتير عشان ما يبقاش فيه سيكريشن وميكوز كتير عشان ما يحصلش انفكشن. الاكسترا بالمونري فيها بعد الالاستيك ميمبرين في سب ميكوزا، لا الانترا بالمونري مفيش سب ميكوزا، لا فيها الاستيك ميمبرين ولا سب ميكوزا. هتدخل على الكارتج على طول؟ لا، في ماسكولاريس لير او سمول ماسل لير. في الاكسترا بالمونري قلنا في ماسل بس تراكيال اللي هي ورا بس. بعد كده عندنا الكارتريج فايبرو كارتريج، هنا سي شيب هنا كارتريج بلين. الانترا بالمونري في الاستيك فايبرز كتير كونكت الكارتريج بليد مع بعض. نيجي بقى للادفنتيشيا، فيها في الانترا بالمونري فيها الاستيك فايبرز لدرجه ان كتير لدرجه انه عامل اكسترنال الاستيك لامينا. الجلاند بتبقى موجوده في الساب ميكوزا. بما ان الاكسترا بالمونر برونكاس فيها سب ميكوزا يبقى الجلاند موجوده في السب ميكوزا، لكن انترا بالمونر برونكاس ما فيهاش سب ميكوزا يبقى الجلاند والليمفويد نيدول موجوده فين؟ في الادفنتيش. تمام كده، دي التفرقه بين الاكسترا بالمونر والانترا بالمونر برايمر برونكاس. دي صوره بتوضح الفرق بين الاكسترا بالمونر والانترا بالمونر. الاكسترا بالمونر برونكاس بتبقى سي شيب زي ما انتم شايفين، بس هنا القطع جه في الحته دي، وممكن تكون لسه هتدخل بقى قريبه من الانترا بالمونري، بدات بدل ما هي سي شيب بدات تتقطع بس لسه لفه كلها في شكل سي شيب. لكن الانترا بالمونري برونكوس شايفين كده الكارتليج بليت عباره عن قطع صغير او جزر صغيره متنطوره. تمام، هنا اللي عن اليومن وايد وبيتا، لكن اليومن اصغر شويه والميكوزا فولد. شايفين الميكوزا داخله وطالعه ازاي؟ ده الاستراكشر اللي نقدر نشوفه. طبعا المفروض نشوف السموث ماسل اهي، منطقة السموث ماسل. تمام، الماسكولاريس، لكن هنا طبعا فيه بيبقى اللي هو الساب ميكوزا، فيها الجلاند والحاجات دي. تمام، والادفنتيشيا هما الاثنين، لكن هنا الادفنتيشيا بتاعت الانترا بالمونر برونكس بتبقى فيها الاستيك فايبرز كتير اكتر من الانترا الاكسترا بالمونر، بيبقى الجلاند والليمفاتيك نوديول في الادفنتيشيا. تمام، طبعا احنا قلنا البرونكيال تري بدايتها من عند انقسام التراكيه، وانها تتفرع وتديني الرايت والليفت انترا اكسترا بالمونري برونكس اللي هما البرايمري، هيدخلوا جوه اللانج. هنقول رايت وليفت انترا بالمونري برايمري برونكس، كل لانج ليها برايمر برونكس واحده، وبعد كده لما ندخل هيدينا سكندري. السكندري سبلاي السكندري برونكاي سبلاي لانج لوب، عندنا الرايت 3 لوب والليفت 2 لوبس، وبعد كده السكندري دي التيرشري، والتيرشري سبلاي برونكو بالمونري سيجمنت، وقلنا الرايت فيها 10 برونكو بالمونري سيجمنت، الرايت الليفت فيها 8 والرايت فيها 10. تمام، بعد كده هتديني بعد كده البرونكيولز. البرونكيولز بيبقى الديامتر بتاعها اقل من 1 مليمتر ان دايمتر، وسبلاي حاجه اسمها سكند لانج لوبيولز. بعد كده البرونكيولز تنقسم لحد ما نوصل للتيرمينال برونكيولز. والتيرمينال برونكيولز الديامتر بتاعها بيوصل لاقل من 1 مليمتر ان دايمتر. تمام، وبتبقى سبلاي ريسبيراتوري يونت. تمام، او اللانج اثنا سوري. بعد كده الريسبيراتوري برونكيولز هي اللي سبلاي الريسبيراتوري يونت. يبقى عندي برايمري سكندري تيرشري برونكاي. ندخل بقى البرونكيولز تنقسم اكتر واكتر، دي البرونكيولز اقل من 1 مليمتر تنقسم، تديني بعد كده التيرمينال برونكيول اقل من نص. البرونكيول نفسها بتديني بتستعمل سبلاي للسكندري لانج سكندري لوبيولز، اما التيرمينال بتدينا اللانج البلمونري اسينوس. الريسبيراتوري برونكيول من اسمها ريسبيراتوري، تديني ريسبيراتوري يونت. بداية من الريسبيراتوري برونكيول الالفيول داكت والالفيولار ساكت والالفيولاي، ده هنتكلم عنه في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. ادي مقارنة بين البرونكاس والبرونكيول. التيرمينال برونكيول اخر حاجة عندي في الكوندكتيف التيرمينال برونكيول. اللي انا عايزة اقول ان كل ما بتنقسم برونكيال تري بيحصل ايه؟ من اول من جوه بقى الدايمتر بالال واليومين يعني، بس الوول بتبقى مول فولدد. نيجي عند الابيثيليوم الهايت بتاعه بيقل. تمام، مش الابيثيليوم الهايت بيقل، مش بلاقي كارتريج، مش بلاقي جلاند ولا ميوكس ولا جوبلت سيلز، لان انا مش عايز اي سيكريشن جوه اللانج عشان ما يحصلش انفكشن. تمام،
في المقابل ليه بيزيد ايه بقى؟ بيزيد الالاستيك فايبر، الاستيك فايبر سموث ماسل، لدرجة ان احنا لما الناس بيحصل لها ازمة بيحصل كونستريكشن، كونتراكشن في السموث ماسل، كونستريكشن بيحصل لهم ويتس مش بيقدروا ياخدوا نفسهم لان حصل كونستريكشن في السموث ماسل. تمام، يبقى اللي بيقل او بيختفي بيقل الابيثيليوم الهايت من سودو ستراتيفايد لحد ما يوصل في الالفيولار سكويموس. تمام، الكارتليج بليد بيختفي، الميوكوس جلاند بتختفي، والجوبل ستيل بيحل محلهم ويزيد الالاستيك والسموز ماسل. شايفين في التيرمينال برونكيولز ادي الابيثيليال سيمبل كولامنر تو كوبويدال. تمام، مفيش اي كارتليج، مفيش جوبل ستيل، مفيش ميوكوس جلاند، شايفين السموز ماسل، وطبعا حواليها كلها الاستيك فايبر. تمام، البرونكيولز يا جماعه بتتكون من ايه؟ من ثلاث طبقات، الميكوزا وماسكولودا وادفنتيشا. احنا قلنا بقى الميكوزا الهايت بيقل بدايه من سيمبل كولامنر، هتصغر هيبقى سيمبل كوبويدل. تمام، ده بالنسبه للهايت. وفي لامينا بروبيا طبعا ما فيش اي حاجه تاني، ندخل على سموث ماسل. تمام، هتدينا ماسكولوزا، والماسكولوزا بتبقى بروميننت. نيجي على الادفنتيشا، الادفنتيشا دي عباره عن كونكتيف تيشو، مش بنلاقي فيه لا كارتليج ولا جلاند ولا لينفويد نيديولز. تمام، بس عباره عن كونكتيف تيشو، بس فيه الاستيك فايبرز كتير. الابيثيليوم يا جماعه بدايه التدرج بتاع الابيثيليوم بيبقى سيمبل كولامنر، ممكن الاقي فيه اوكيجنال كوبل ستيلز. تمام، وبس. ويبدا ببدايه البرونكيولز، افتكروها بقى بدايه البرونكيولز كيولز كلاراسيل، يبقى بيبقى سيمبل كولامنر، في اوكيجنال كولاسيل، وفي كلاراسيل. كلاراسيل دي بتبقى انانسيليتد سيل. تمام، لما بنصغر شويه في لحد ما نوصل للترمه بيختفي الجوبل سيل، بيبقى عندي الكلاراسيل وسيمبل كوبويدال ايبيثيليوم. تمام، بداية من البرونكيول بدأت تظهر خلية اسمها كلارا سيل أو نون سيليتد سيل، بتحل محل الجوبل سيل. الخلية دي بنشوفها بقى باللايت ميكروسكوب، بتبقى عبارة عن كولامنر سيلز. تمام، الكولامنر سيلز بروتودنج للسيرفس، وليه الأبر بارت بتاعها بيبقى دوم شيب. بالإي إم بقى بنشوف السيرفس بتاعها بيبقى بلانت شورت مايكروفيلاي على الإبيكال سيرفس، بلاقي فيها سيكريتوري جرانيولز، بلاقي فيها ويل ديفلوبد، فيها ار اي ار وميتوكوندريا وجولجي ابريتوس. تمام، دي عشان تطلع لنا الجلايكوبروتين او الفيزيكيز او السكريتوري فيزيكيز اللي بتحتوي على جلايكوبروتين. الفانكشن بتاعتها ايه؟ بتعمل بالسكريشن اللي بتطلعه، بتعمل بروتكشن للريسبيراتوري باسج. تاني حاجه بتطلع بتعمل ديتوكسيفيكيشن للتوكسينز اللي داخله في الاير، بتطلع ماتيريال كده سيرفكتنت لايك ماتيريال. سيرفكتنت لايك ماتيريال زي ما هتاخدوها بالتخصيص في السيرولوجي بقى، والفانكشن بتاعتها بتقلل السيرفيس تنشن، فبتخلي الاير باسج السمولر اير باسج بيتنت. بتطلع حاجه اسمها كلارا سيل بروتين سي سي 16. كلارا سيل بروتين ده عباره عن برونكو بالمونري ماركر، بنلاقيه في السيرم. بتبقى مسؤوله عن فانكشن مهمه تاني بيقول عليها انها بتبقى مسؤوله عن ريجينريشن للابيثيليوم الموجود في الريسبيراتوري باسج اللي موجوده فيه كلارا سيل. تمام، يبقى دي كلارا سيل نون سيليتد سيل، بتحل محل الجوبل سيل، بتظهر في البرونكيول، بتبقى اوكيجن وبعدين بتقل. بكده احنا يبقى خلصنا المحاضرة الاولى اللي هو الكوندكتيف بارت بتاع الريسبيراتوري سيستم. ان شاء الله المحاضرة التانية هتبقى الريسبيراتوري بورشن، ولو في اي اسئلة ممكن اتواصل، هبقى موجودة في القسم او على الواتس. بس عايزة اسأل كام سؤال كده اتأكد ان المحاضرة اتخدمت واتفهمت، وان شاء الله تبقى سهلة. اول سؤال، which cell is A type of neuron. احنا خدنا بقى الخلايا اللي خدناهم في الريسبيراتوري سيستم كلها بقى ايه منهم الخلايا بقى اللي هي النيورون. تمام، احنا خدنا نوعين من الميكوزا، خدنا الريسبيراتوري والفاكتوري ميكوزا. الخليه اللي تمثل النيورون مين فيهم بقى؟ بيتا سيل، راش سيل، والفاكتوري سيل، سستنتيكولار سيل، او الفيلار تايب 1. ها، مين اللي تعتبر ترو نيورون؟ ها، مين؟ الأولفاكتوري سيلز. الأولفاكتوري سيلز هي اللي هي بايبولار ترو نيرف سيل. بايبولار نيرف سيل دي اللي هي سنترال سيل، وهي المسؤولة عن الأولفاكشن، موجودة فين؟ الأولفاكتوري ميكوزا. أما البيتا دي ستيم سيل، وزي البراش دي عبارة عن إبيثيليا سيل، ممكن تقوم بدور النيرف سنسوري أو سنسيشن. سنتيكولار دي سبورتنج ألفيولار تايب 1 سيل، دي بتاعت الإكستشينج أوف جاس، هناخدها في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. ايه هو الابيثيليال لايننج اوف ذا تراكيا؟ سيمبل سكويموس ابيثيليوم، سيمبل كوبودر، سيمبل كولامنا ستراتيفايد سكويموس، سودو ستراتيفايد كولامنا سيليتيد ابيثيليوم. طبعا ايه المفروض نضيف على كلمه بقى؟ ها، مين فيهم؟
طبعا هو الريسبيراتوري ايبيثيليوم اللي هو سودو ستراتيفايد كولامنر. ايبيثيليوم بيبقى معاه ايه؟ ما تنسوش معاه ايه مهم جدا؟ معاه جوبلت سيلز. السؤال اللي بعد كده: A unique feature of olfactory epithelium. حاجة يونيك للأولفاكتوري epithelium، خلية موجودة في الأولفاكتوري epithelium بس. goblet cell, neuron that replaced throughout life, hair cell, receptor for taste, clara cell. ها مين فيهم؟ goblet cell ولا neurons ولا hair cell ولا taste ولا clara؟ ايه الإجابة بقى؟ الإجابة اللي هي النيورونز. النيورونز اللي هي موجودة في الأولفاكتوري بيسيليوم اللي هي بايبولار نيرف سيلز أو الأولفاكتوري سنسوري سيلز، اللي هي موجودة المسؤولة عن السميل. طبعا هي مش مسؤولة عن التيست، دي مسؤولة عن السميل. الهير سيلز دي بتاعت مش موجودة هنا خالص. كلارا سيل دي في البرونكيول. الجوبلت سيل دي تبع الريسبيراتوري. هنا بقى الخلية اللي تبع البرونك الأولفاكتوري بيسيليوم هي النيورون سيل اللي هي البايبولار سيل أو الأولفاكتوري نيورون سيلز. ودي طبعا قلنا إن الخلايا العصبية لا تجدد باستثناء الأولفاكتوري نيورون سيلز، وفي خلايا فين؟ في منطقة تانية اسمها الهيبوكامبس. بكده أنا بخلصت معاكم المحاضرة الأولى، وإن شاء الله تكون سهلة وبسيطة وتفهمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.